نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا فضيلة الشيخ، هل في طلب الإنسان من غيره ممن يرى على ظاهره الصلاح الدعاء له بظهر الغيب، هل في ذلك ضعف في توكل ذاك الشخص الذي طلب الدعاء؟ وإن كان كذلك فما توجيهكم في طلب عمر من أويس القرني الدعاء له مع أن عمر أفضل من أويس؟ طلب الإنسان من غيره أن يدعو له لو لم يكن فيه إلا أنه سأل الناس، وقد كان من مبايعات الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، أن لا يسأل الناس شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي تعم كل شيء. هذه القاعدة الأصولية. حتى كان عصا أحدهم يسقط منه وهو على راحلته فينزل ويأخذه، لا يقول لأحد ناولني العصا، لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يسأل الناس شيئا. لو لم يكن فيه إلا هذا لكفى، لكن ربما يكون في قلب الإنسان احتقار لنفسه وسوء ظن فيسأل غيره، فيقال يا أخي أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله عز وجل، وأنت إذا كنت لست أهلا لقبول الإجابة لقبول الدعاء فإن دعاء غيرك لا ينفعك، فأنت أحسن الظن بالله ولا تجعل واسطة بينك وبين الله يدعو لك، ادعو ربك أنت. الله عز وجل يقول ادعو ربكم تضرع وخفية ثم إن دعاءك أنت لله نفسه عبادة، كيف تفوت على نفسك هذا؟ ولأن بعض الناس إذا طلب من شخص يظهر فيه الصلاح أن يدعو له ربما يعتمد على دعاء هذا ولا يدعو هو الدعاء المشروع. ثم إن فيه أيضا مسألة ثالثة، وهي أنه ربما يحصل للذي طلب منه الدعاء غرور بنفسه وأنه أهل لأن يطلب منه الدعاء، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا طلبت من أخيك الدعاء تريد بذلك نفعه بإحسانه إليك أو نفعه إذا دعا لك بظهر الغيب فإن الملك يقول آمين ولك مثله أو بمثله، فهذا لا بأس به، هذه نية طيبة. أما إذا أردت مجرد انتفاعك أنت فقط فهذا من المسألة المذمومة. أما ما ذكرت من طلب عمر رضي الله عنه من أويس أن يدعو له فهذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو خاص بالرجل، ولهذا لم يطلب من عمر أو غيره أن يقول يا أبي بكر ادعو الله لنا، أن أبا بكر أفضل من عمر وأفضل من أويس وأفضل من بقية الصحابة، لكن هذا خاص بهذا الرجل الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ممن أدركه أن يقول ادعو الله لي. والمسائل الخاصة لا تتعدى محلها. نعم.